يا هلا فيكم من جديد بساعتنا الثانية، وموضوعنا صراحة اليوم مشوق وحلو، يمكن كلنا عايشينه في هذا الوقت. فعلا كلنا عايشينه ونعيشه ونتعايش معه ونختبره بكل يوم في حياتنا. هل تفضل توثيق لحظاتك الجميلة والمهمة؟ يعني أتصور أنه هذا الكل راح يقول نعم، صح، لكن السؤال هو أنه توثقها وتشاركها مع الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أم تفضل أنك تعيشها وتستمتع فيها بدون ذلك؟ قبل ما نستقبل أكيد ضيوفنا، خلينا نتابع هذا المقطع ونرجع لكم. لا شك أن مواقع التواصل الاجتماعي لها فوائد عديدة في تقريب المسافات وخلق وسائل اتصال مع الأقارب والأصدقاء وزملاء العمل، لكن إذا كنتم ممن يعشقون هذه المواقع بدرجة كبيرة ويستمتعون بنشر العديد من الفيديوهات والصور الشخصية من خلالها، فعليكم أن تسألوا أنفسكم، هل نشركم لهذه الفيديوهات والصور منعكم من الاستمتاع باللحظات الجميلة؟ فكم من مرة سرقكم الهاتف من ضحكة هنا وقصة جميلة هناك بسبب انشغالكم بما نشرتم وما جاء من تفاعل عليه؟ وكم مرة ضاعت عليكم أفضل لحظات الحفل الفني أو الحدث الرياضي اللي تحضروه لنفس السبب؟ وكم مرة ضيعتم مشاهدة منظر جميل أثناء السفر بسبب مشاهدته من خلال الشاشة الصغيرة؟ لكن يبقى السؤال، هل من الممكن توثيق اللحظات الجميلة والاستمتاع بها بنفس الوقت؟ احنا حنبدأ نقاشنا بديبيت زي ما يقولوا، بين شاب يحب يعيش اللحظة ويستمتع فيها وقليل ما يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، وشابة تحب توثق أغلب لحظاتها الجميلة، وحتى في تلفون هناك قاعد يصور الكاميرا لدي الدرجة يعني، وتشاركها مع أصدقائها ومتابعينها. مرام الذهبي وعلي الزهراني، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا، نورينا. يا هلا. احنا عادة يعني نبدأ مع السيدات، لكن اليوم خلينا يعني نبتدي مع وجهة النظر، بغض النظر عن جنس صاحب هذه وجهة النظر. علي، أنت عندك حساب على يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ما تحب تكون نشيط على السوشيال ميديا ويعني ما تشارك هاللحظات. في البداية، هل توثق لحظاتك الجميلة؟ هو أنا أوثق اللحظة، عندي حسابات، لكن نعم. ما عندي اهتمام، أول مش من أول أولوياتي أني أكون ماسك الجوال وأصور وأوثق اللحظات بكامل تفاصيلها. أنا يهمني أكثر أنه يكون مثلا أعيش اللحظة أنا بنفسي، لأنه عندي مبدأ أنه اللحظة هذه كنز ثمين بين يديني. إذا ضيعتها بالجوال، صور الزاوية كذا، صور بالطريقة هذه، ممكن تضيع إلى غير رجعة. ومرام، إحنا كلنا نعرف أنك أنت عندك حساب في السوشيال ميديا. لا، مو السؤال، مو عندها حساب، كم حساب عندها؟ كم حساب عندك في السوشيال ميديا بالضبط؟ وقديش تحبي تشاركي؟ عندي 4 حسابات بمختلف السوشيال ميديا، انستغرام، تيك توك. بحب شارك. إيش يعني، ليش دائما تحس انك لازم تشاركي كل شيء في السوشيال ميديا؟ اول شيء متابعيني صاروا جزء من عائلتي صراحة، فبحب شاركهم كل لحظاتي. وهذا الشيء بيعطيني دافع وبيدعموني حتى كمل ماي كونتنت. يعني بحب شارك الشيء الحلو والما حلو معهم. وما تحس انها اللحظه ثمينه زي ما علي بيقول؟ اكيد بتعيشيها يعني اللحظه. هلا انا ممكن عشان ما ضوع اللحظه هاي، ممكن مثلا صور وبعدين انشر، فبهالوقت بكون بهاللحظه يعني بهالفتره بكون استمتعت بوقتي وبنشر بعدين. يصير مو لازم تنشريها في وقتها يعني، فيني مثلا بعد ساعه ساعتين مثلاً. بس ما ياخذ من وقتك، من اجازتك، هذا الشيء؟ لا، هو هذا الشيء صار متعب بالنسبة لي. يعني أنا صور وورجي شو عم ساوي مثلا، خلي الجمهور كمان يستمتع مثل ما أنا عم بستمتع. طيب، ردة فعل الجمهور أو المتابعين أو يعني هذه لها تأثر عليك؟ بمعنى أنه أنت افرضي أنه شاركتي لحظات هي خاصة بالنسبة لك، أو شيء أنت تشوفينه جميل أو غيرك ما يشوف، يعني شيء خاص فيك أنت، وما كان هذا التفاعل المطلوب من عندهم، هل يأثر عليك ويأثر على اللحظة هذه؟ لا صراحة ما بيأثر، لأنه أنا كل شيء بنشره يعني أغلب الشيء اللي بنشره هو اللي الناس بتحب تشوفه. نعم. فأنا ممكن مثلاً لحظة خاصة ممكن ما أنشره. يعني هذا الشيء بيرجع للشخص. يعني أنت عارفة الناس إيش تحب تشوف؟ yes. زي إيش مثلاً؟ يعني مثلاً الناس بتحب تشوف مثلاً groups، مثلاً شو طلعاتي، وين رحت، وين أجيت.
بس مثلا تفاصيل حياتي الشخصيه عادي كثير ما شاركها مثلا. فتعرفي يعني تتوازني انه ايش تشاركي وايش لا. يا في بالانس حيكون. طب علي انت قلت انه عندك لحظات ثمينه تبغى تعيشها، هذه اللحظات الثمينه ما تبغى يعني تفتكرها بعدين بس مثلا بعد 10 سنين 15 سنه؟ اكيد، لكن بالنسبه لي انا اشوف انه الاحساس أبقى من الصورة. نعم. لما أنا أركز في اللحظة هذه وأعيشها بكل تفاصيلها وتخلد يخلد الإحساس هذا يبقى عندي العمر كامل. ذاكرتك طيبة يعني كويسة. ذاكرة الإحساس أقوى من أي صورة ثانية. ذاكرة الإحساس. يا سلام. لا أنت يبيلك قاعدة، يبيلك قاعدة. ما توثق اللحظة ولا ما توثقها؟ بالصور، بما يخص الصور، أنت علي ما شاء الله يعني تعمل في مجال التلفزيون وشاب موهوب وكمان عندك يعني توجهات بالصور، تصور أنت أيضا مصور. صح. فبالنسبة للتوثيق لعلي كيف توثق؟ لأنه مو كل شيء على الذاكرة وأحيانا الإحساس إحنا نسترجع من خلال صورة، من خلال شيء يرجعنا، يرجع هذا الإحساس للثمين 100%. نعم. أنا ناخذ مثلا إذا سافرت برا، إذا رحت مكان بعيد، نعم، أحرص أول شيء أني أشوف أتأمل كل اللحظات بعيد عن الجوال، بعيد عن الكاميرا، بعيد عن كل شيء. مع تأمل المكان بطريقة واضحة وطريقة كافية بقدر أطلع صورة بزاوية رهيبة، بعدها أقول أوكي أجيب الجوال أجيب الكاميرا وأصورها. نعم. لكن مش أول شيء، مو من الأولويات. مو ماسك جوالك و... يعني هذا الجو. فعليا في سفرات أسافر وأروح وأرجع أبدا ما فيها ولا صورة إلا ممكن صورة تذكرة أو مستند أحتاجه، يعني مش للتوثيق، مش لتخليد اللحظة. بس علي أنا أتابعك على الإنستغرام وأنت ما تنزل ولا شيء لدرجة أني أوقات أنسى حسابك. صح. ما تبغى أنت تتواصل مع الناس، تتواصل مع أصدقائك، تبغى مثلا عيلتك يعرفوا أخبارك، ما تهتم بهذا الشيء؟ صراحة هذه مشكلة واجهتها، أنه يعني تباعد الحياة صار يعني صار التواصل عن طريق السوشيال ميديا أكثر بكثير، خاصة في الفترة الأخيرة. نعم. فواجهتني المشكلة هذه أنه لو ما كنت يعني متفاعل بشكل كامل على السوشيال ميديا ممكن راح أخسر أصدقاء، أخسر علاقات، أخسر ناس كثير. نعم. فأوكي هذه صح، إنه هذه فكرة السوشيال ميديا. نعم. يعني مرام كيف تشاركين لحظاتك السعيدة ما قبل السوشيال ميديا، أو لو نتخيل ما في متابعين، كيف تشاركينها مع أصدقائك، مع محيط، مع ألبوم صور، بمكالمات، يعني ولا اللحظات السعيدة جت بعد السوشيال ميديا؟ لا تخيل. أكيد لا، أنا قبل ما يكون عندي سوشيال ميديا وهو اللي هو ماله من زمان كتير، أنا بلشت جديد على هالكونتنت لايف ستايل. أنا من قبل كنت مع رفقاتي صور، أكيد يعني أنا من زمان عندي هالمتعة أنه لازم تصور، يعني بده يكون عندي ذكريات للمستقبل يعني. نعم. فصور فيديوهات، فأنا من أول عندي هذا الشيء، بس الفرق أنه أنا ما كنت أنشر، هلأ بنشر وبشارك المتابعين هذا الشيء. فكان مع أصدقاء، تليفون، فيديو كولز، مثلا إذا سافرت مع رفقاتي ممكن أفتح فيديو كول مع أهلي، فكنت شارك من قبل بس كان شوي محيط أصغر. الحين اختلفت عشان زمن جديد. تمام. هلأ صراحة يعني إحنا شفنا وجهة يعني وجهة نظر مختلفة، وأنا أعتقد أنه لو حطيناهم مع بعض يكون هو الموازنة الصحيحة، ولا إيش رأيك؟ أنه الواحد يوثق الأشياء الجميلة، لأنه أنت قلت كلام حلو لكن صراحة إحنا الميموري حقتنا ما تسمح لنا أنه إحنا كل نفتكر كل الأشياء الحلوة، فلازم نوثقها. فكرة نشارك ولا ما نشارك كمان هذه الأشياء لازم نحاسب عليها، ممكن نشارك بشيء خاص بس مو لازم كل التفاصيل من وقت ما أطلع البيت ألين ما أرجع. يعني أنا أديكم مثال بسيط، مثلاً يوم ميلاد بنتي كان قبل أسبوعين. نعم. حطيت صورة أنه اليوم عيد ميلادها وإحنا بنحتفل فيها، لأنه حبيت أشارك المتابعين، لأنه أعرف أنه هم دائما يسألوني عن ملوكي، لكن في نفس الوقت ما صورت كل التفاصيل من أول الحفل. نعم. ألين الآخر، لأنه في أشياء ثمينة كذا أحس أنها حقتي بس أنا، عارف كيف؟ ما أقدر أشاركها.